السلام عليكم، معكم احمد وندير جيمنج، واليوم فقرة البورد جيم راح نتكلم عن لعبة زومبي دايس. طبعا مثل ما تشوفون اللعبة لعبة زهر، بما معناه حظ، ماكو شيء غير الحظ. طبعا بهاللعبة انت زومبي، فكزومبي شنو تبي من ضحاياك؟ مخهم. طبعا كل دايس ضحية، هذا المخ اللي تعتبر النقاط. اما ممكن ضحية يقلب عليك يرميك بشتقن تتعور، او ممكن ينحاش. طبعا خذت 3 طلقات، 1 2 3، تموت. المغزى من اللعبة تجمع 13 مخ. طبعا أسوأ دايس الأحمر طلقاته أكثر، عندك الأصفر نحشاته أكثر، عندك الأخضر مخوخه أكثر. الدايس الأحمر أسوأ دايس لأنه يتكون من 3 طلقات ومخ وريلتين. الدايس الأصفر متوازن، 2 طلقات 2 مخ 2 نحشتين. الدايس الأخضر يتكون من 3 مخوخ 2 نحشتين و1 طلقة، ويكون أحسنهم الأخضر. طبعا اللعبة تلعب لاعبين خوخ، يسحب 3 بدون ما يشوفون بالحظ وترمي. حلو، حظي حلو، 3 نقاط. الحين اقدر اختار اخلص دوري واخلي لعبه راي يلعب، ولا بكمل. اكمل انا مدام حظي حلو، اسحب بعد 3 اقطهم، طلعوا لي 3 نحشات. ايش راح يصير؟ ارد اقطهم مرة ثانية، بعد 2 نقطتين. الحين شو راح يصير؟ نحشة واحدة، فراح اخذ بس 2 زيادة مع الموجودة اقطهم، بعد 2 طلقة. الحين اقدر اكمل او اوقف. انا بحاول احتفظ بنقاطي، قبل يصير عندي 3 طلقات واخسرهم كلهم، فبوقف اللعب واعطي الدور حق غيري. انا كذي حفظت 5 نقاط حقي من أصل 13. هذه كانت لعبة زومبي دايس، لعبة حظ تجمع 13 نقطة عشان تفوز. وطبعا نصيحة، لا يفك الطمع، وخلي نقاطك عندك قبل تاخذ 3 طلقات بالدوران.